من الجزائر ينضم إلينا مراسل الغد كريم قندولي. إذن كريم، ضعنا في تفاصيل أجندة هذه الزيارة وأهم أهدافها. هبة، صباح الخير. يعني اليوم ستكون أول زيارة لوزير دفاع أمريكي للجزائر منذ 15 سنة. المدة كانت طويلة، ربما من ناحية غياب ربما التنسيق الأمني ما بين البلدين، وإن كانت يعني الجزائر وأمريكا على مستوى القيادات العليا تتفقان على أنهما شريكان استراتيجيان في محاربة الإرهاب، لا سيما في التنظيمات المتواجدة في إفريقيا. هذه الزيارة لابد من الإشارة أيضا على أنها زيارة عمل وللتباحث حول القضايا الأمنية المتواجدة على مستوى الساحل وقضية مالي والتقلبات المتواجدة أيضا في ليبيا، وبالتالي الجزائر تملك خبرة كافية من أجل ربما التنسيق مع أمريكا في مجال محاربة الإرهاب، لا سيما على مستوى الاستقرار المتواجد أيضا في الجزائر. التوقيت هام جدا، ونتحدث حول هذه الزيارة هي الثانية على مستوى القيادات الأمريكية العسكرية، إذ كانت قبل أسبوع من الآن استقبل رئيس قيادة القوات الأمريكية الإفريقية يعني هنا في الجزائر، وحظي باستقبال رفيع المستوى من طرف قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، وأيضا رئيس البلاد عبد المجيد تبون بصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. اليوم ستكون الزيارة يعني ستأتي وسيستقبل من طرف رئيس البلاد عبد المجيد تبون بصفته مثل ما قلت وزيرا للدفاع، أيضا هو نظيره في المنصب، وأيضا قائدا أعلى للقوات المسلحة. سيتم الحديث حول العديد من القضايا التي تهم الشأن الجزائري، خاصة في مجال الأمن القومي وكيفية التنسيق أكبر. هناك يعني بعض المحللين الذين يقولون بأن هذه زيارة عسكرية أو أقول أمنية وأيضا سياسية، لأن إفريقيا الآن تحاول التوجه أكثر واغتنام الفرصة من أجل السباق الموجود الآن ما بين القوى الكبرى في إفريقيا على غرار الصين وروسيا وفرنسا وأيضا حتى تركيا، وبين مزدوجتين فقط حتى التسابق الذي يشنه الكيان الصهيوني هنا في إفريقيا من أجل الحصول ربما على امتيازات وخيرات. طيب، هذا البلد هذا كريم، هل من المتوقع نعم. توقيع أي اتفاق عسكري كما حدث في تونس أمس؟ من المرجح جدا أن يكون هناك اتفاق عسكري، لأن هذه الزيارة لن تكون يعني زيارة مجاملة، لأنها ستكون زيارة عمل، وبالتالي وزير الدفاع مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي سيأتي هنا من أجل الحصول على اتفاقية ما بين أمريكا وبين الجزائر من أجل محاربة الإرهاب والاستفادة أيضا من خبرات البلدين لتعزيز أمنهما القومي. حتى الآن يعني المعلومات شحيحة جدا، يعني لابد من الإشارة إلى أن السلطات العليا في البلاد لم تتعامل مع هذا الخبر على أنه معلومة رسمية، لا بيان من الرئاسة ولا بيان من وزارة الدفاع ولا حتى وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الرسمي والإذاعة الوطنية. إذن هذا الخبر حتى الآن يعني أتانا من وكالة الأنباء الفرنسية التي هي من كشف عن تفاصيل الخبر، ثم هذه الجولة المغاربية بداية من تونس ثم الجزائر ثم المغرب. في انتظار يعني تفاصيل أوفى سنوافيكم بها فور وصول وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر هنا. نعم. إلى الجزائر. شكرا جزيلا لك كريم قندولي مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر.